بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك. النهاردة هناخد يونت 10 What's your job part B، اللي هو الجزء الثاني المتعلق بالجرامر، وهو the reported speech. the reported speech اللي هو الكلام الغير مباشر أو الكلام المنقول. الأول عايزين نعرف نفرق بين الكلام المباشر والكلام الغير مباشر. الكلام المباشر اللي هو نص الكلام زي ما قاله صاحبه بالظبط بدون تعديل، وهنلاقيه دايما يوجد بين أقواس اللي هي علامات التنصيص. لكن الكلام الغير مباشر أو الكلام المنقول اللي هو reported speech بيبقى منقول عن شخص على لسان شخص آخر، وطبعا احنا هنا بيبقى لنا إجراءات معينة فبنتبع خطوات معينة هنقولها مع بعض دلوقتي. طيب دلوقتي هنقول هنا the reported speech، هنناقش مع بعض الجملة الخبرية اللي هي statement، الجملة الأمرية اللي هي orders، والجملة الاستفهامية reported questions. نبدأ كده بالجملة الخبرية. طيب الجملة الخبرية أول حاجة، طبعا احنا قلنا دلوقتي في إجراءات وفي حاجات بحولها علشان التحويل عندي يبقى صحيح أو الجملة الغير مباشر تبقى صحيحة. اول حاجه ببص عليها فعل القول. فعل القول هو say. طيب انا لو لقيت say هتبقى say زي ما هي. طب says هتبقى says. say to هتبقى tell. طب says to هتبقى tells. said هتبقى said زي ما هي، و said to هتبقى told. دي اول خطوه في خطوات التحويل، ده فعل القول. اوكي، نيجي بعد كده بنحذف الاقواس اللي موجوده في الجمله ونربط بذات. نحذف الأقواس، دي تاني خطوة، ونربط بذات. طبعا ذات هنا مش ضرورية، يعني أنا ممكن أحذف ذات وممكن أحطها في الجملة وعادي جدا مش هتفرق معايا. تالت خطوة في الخطوات هغير الزمن اللي داخل الأقواس، بس بشرط يكون فعل القول اللي احنا لسه قلنا عليه ده دلوقتي يكون في الماضي. لو كان فعل القول في الماضي يبقى هتحصل عملية التغيير زي ما هنقول دلوقتي. فبقول مثلا مضارع بسيط هيتحول الى ماضي بسيط، مضارع تام هيبقى ماضي تام، مضارع مستمر هيبقى ماضي مستمر، ماضي بسيط هيتحول لماضي تام او يبقى زي ما هو. طب لو انا عندي ماضي مستمر هيتحول لماضي تام مستمر. لو عندي افعال ناقصة زي will او shall او can، الافعال دي كلها بنحولها للماضي منها. خلاص، يبقى شرط التحويل ان يكون فعل القول في الايه، في الماضي. اوكي، طيب ننتقل بعد كده الى لو انا قابلني ظرف من الظروف، ظرف زمني او مكاني، فبقول هنا yesterday هحولها the day before او the previous day. اوكي، yesterday اللي هي امس، the previous day اليوم السابق، the day before اليوم اللي قبل كده، يبقى انا هحولها الى هذا التحويل. tomorrow اللي هي غدا هتحول الى the next أو the following day. now هتبقى then. today that day. tonight that night. here there. next the following. these those and this that. يبقى التحويلات دي احنا نحفظها، لو قابلني أي حاجة في الجملة أقدر إن أنا أحول بسهولة. طيب نشوف بقى مثال ونطبق. he said to me I will go to the club tomorrow. طيب الجملة هنا جملة خبرية، نعرف منين ان الجملة دي خبرية؟ اما اقول هنا he said to me I will، اول حاجة فعل القول said. طيب العلامة بقى داخل الاقواس ايه؟ عندي الجملة بادئة ب I وده فاعل وتنتهي بفول ستوب، يبقى دي اسمها جملة خبرية على طول. يبقى الجملة الخبرية انا ببص كده داخل الاقواس لقيت الجملة بادئة بفاعل ومنتهية بفول ستوب، يبقى الجملة هنا جملة خبرية. ونبدأ بقى نتبع معاها الإجراءات اللي احنا قلنا عليها قبل كده. طيب أنا عندي said to، he said to me، حولتها هنا لإيه؟ قلت he told، he told me، وبعدين حذفت الأقواس وربطت بذات، وزي ما قلنا دلوقتي ممكن أحط ذات أو لأ. طيب هغير الضمائر اللي في الجملة، أوكي، اللي هي في الجملة اللي بين الأقواس دي على حسب الضمائر اللي خارج الأقواس. طبعا he said to me I، يبقى هو قال لي ان هو، يبقى I هنا تحول لي he.
طيب هغير الزمن، أنا عندي هنا فعل ناقص will هتصبح would. طبعا would بيجي بعدها الفعل في المصدر go، وهكمل بقية الكلام عادي لحد ما أوصل ل tomorrow، وهحولها زي ما قلنا ل the next day أو the following day. أوكي، يبقى هنا دلوقتي أهم حاجة في التحويل من المباشر لغير المباشر إني أعرف نوع الجملة، وعلى أساس النوع أنا هبدأ التحويل بتاعي، وهيكون سهل بإذن الله. طيب احنا لاحظنا ان سيد تو اتحولت لطول. طب لو سيد بس زي ما هي زي ما قلنا قبل كده هتبقى سيد. اوكي، يبقى الفرق بين سيد وطول ان طول دي بيجي بعدها الاوبجكت اللي هو المفعول. طيب هل يا ترى ان انا بغير الزمن على طول اللي داخل الاقواس؟ لا، في حالات شاذة نعرفها مع بعض. نقول هنا لا يتم تغيير الزمن الذي بداخل الأقواس في الحالات الآتية. إيه هي أول حاجة؟ طبعا إذا كانت الجملة عبارة عن حقيقة علمية ثابتة، يعني إيه؟ حاجة ما بتتغيرش، حاجة طبيعية، حاجة علمية ثابتة الناس كلها عارفاها. زي إيه مثلا؟ أما أقول أولا said to Mona the earth is round، ده علا دي بتقول لمنى إن الأرض مستديرة. طب ما دي حقيقة، حد يقدر يغيرها؟ طبعا ما نقدرش نغيرها، فدي حقيقة علمية ثابتة. في الحالة دي الزمن بيفضل زي ما هو، فبقول هنا ايه؟ Ola told Mona that the earth is round. انا كل اللي غيرته او اللي انا هعمله ان انا هربط بذات وهشيل الاقواس واحط في الاسطوبة في الاخر، يبقى الجملة هنا الزمن زي ما هو ما فيهوش تغيير. طيب نمبر 2، اذا كان الفعل القول ده في زمن المضارع البسيط، احنا قلنا دلوقتي لو هو say هيبقى say زي ما هو. طب لو هو هنا فعلا في المضارع البسيط، يبقى انا هغير الضمائر بس وهسيب زمن الجملة زي ما هو. ناخد المثال مع بعض. Ola says I'm a teacher. طبعا هنا عشان احولها اقول Ola says that she is a teacher، يبقى انا هنا كل اللي غيرته اني حذفت الاقواس وربطت بذات، وقلنا زي ما قلنا من دلوقتي يعني من شويه ان هي ضروريه او مش ضروريه. لا، هي مش ضروريه، انا ممكن استغنى عنها خالص. يعني انا ممكن اقول Ola says she is a teacher. اوكي، يبقى هنا دلوقتي غيرت الضمائر بس، الاي اصبحت شي علشان ده الضمير اللي هيعود على الكلام اللي هو خارج الاقواس، وبعد كده is، لان is هنا طبعا مع شي، ما اقولش am. اوكي، يبقى verb to be في المضارع هي وشي وات معها is، اما I هتاخد am زي ما احنا عارفين. يبقى بالتالي انا هنا مغيرتش الزمن خالص، انا كل اللي غيرته الضمير. طيب الحالة اللي بعد كده، اذا كان فعل القول ماضي وهناك كلمة تدل على حدوث الفعل في الحال او قبل فترة وجيزة. يعني ايه الكلام ده؟ انا عندي فعل القول، مش احنا قلنا دلوقتي لازم الشرط يكون فعل القول في الماضي؟ طب ما هو في الماضي برضو، بس معايا كلمة زي كلمة just now. He said just now no one is allowed to talk. اوكي، يعني هو قال ان محدش مسموح له انه يتكلم. طيب just now توا او قبل فترة وجيزة، يبقى انا دلوقتي عشان احول يبقى برضو هنا مش هحول خالص الزمن، الزمن هيبقى زي ما هو. يبقى he said just now that no one is allowed to talk. اوكي، يبقى هنا لو حاجة حصلت من فترة قصيرة او فترة وجيزة، يبقى في الحالة دي يا شطار انا مش هغير الزمن. طب ايه تاني معانا النهاردة؟ معانا الجمل الشرطية ل F. طب يا ترى هل كل حالات F؟ لا، نركز مع بعض شوية في الامثلة دي. اما اقول الحالة الصفرية والحالة التانية والحالة التالتة، دول بس اللي مش هيتغير فيهم الزمن. لكن لو انا قلت الحالة الاولى، الحالة الاولى دي هتتحول الى الحالة الثانية. ناخد الاكزامبلز. عندي هنا she said to me if you freeze water it turns into ice. اوكي، طبعا دي هنا الحالة الكام؟ الصفرية، لان هنا if جه بعدها freeze، ده فعل في المصدر اهو بدون إضافة، وجه جواب الشرط هيبقى إيه؟ turns، برضو فعل في المصدر في المضارع البسيط. يبقى إحنا عارفين الصفرية مضارع ومضارع. طيب نشوف نحولها مع بعض كده. هقول هنا she told me that if I freeze water it turns into ice. طب أنا غيرت الزمن؟ لا، ما غيرتوش. يعني كل اللي عملته إيه؟ إن أنا حولت said to إلى told، عشان عندي said to me بتحول إلى told على طول. told me
وربطت بدات وشلت الاقواس وحطيت فول ستوب في اخر الجمله. طيب نشوف الاكزامبل اللي بعده. طبعا الحاله دي الحاله الصفريه، لو قابلتني الحاله الثانيه او الثالثه نفس القصه مش هيتغير الزمن. ناخد بقى مثال على الحاله الاولى. She said if you study hard you will pass the exam. هنا طبعا دي الحاله الاولى، عرفنا منين انها الحاله الاولى؟ لان جه بعد if present simple اللي هو study وجواب الشرط والمصدر اللي هي will pass وذا exam، طبعا دي تكملة الجملة. عشان احول الجملة دي فبقول she said that، عملت ايه؟ حطيت said زي ما هي، حذفت الاقواس ربطت بذات، وبعدين if I studied hard I would pass the exam. لاحظنا ان احنا هنا غيرنا الحالة الاولى، بقت من الاولى للحالة التانية. خلاص يبقى التحويل هنا مش هيتم الا في الحاله الاولى فقط، اما الصفريه والثانيه والثالثه الزمن هيبقى كما هو. نيجي بقى بعد كده للجمله الامريه. الجمله دي اسهل جمله في التحويل. عندنا هنا فعل الكول ممكن يكون ordered asked told advised warned begged، كل الافعال دي ممكنه معانا في الجمله الامريه. فبقول مثلا هنا He said to his friend study hard. Okay. طبعا هو قال لصاحبه او قال لصاحبه ايه؟ ذاكر بجد. هو يبان هنا طبعا ان هو فعل امر، يعني ما ينفعش اقول ordered هو امره، لا هقول هنا he advised his friend to study hard. لاحظنا ايه؟ لاحظنا ان فعل الكول بقى advised او تحول الى advised. رقم اتنين طبعا احنا حذفنا الاقواس، هنربط هنا بتو والفعل في المصدر to study، يبقى في حالة الإثبات هربط بتو والفعل في المصدر، أظن مفيش أسهل من كده، وفول ستوب في الآخر. طيب في النفي هربط بدل ما أربط بتو هربط بنوت تو برضه والفعل في المصدر. For example she said to me don't waste your money، برضه هنا تعتبر نصيحة، فبقول هنا she advised أو ممكن أقول she told me not to waste my money. يبقى في الحالة دي أنا ربطت بإيه؟ ربطت بـ not to، يبقى في حالة النفي، النفي اللي هو أنا ببدأ فعل الأمر بـ don't لا تفعل كذا، يبقى في التحويل بحذف الأقواس وأربط بـ not to وفي الآخر full stop. طيب ناخد إكزامبل تاني، فقول she said to me open the window. طبعا هنا ممكن يكون حد أكبر مني مثلا، فبقول هنا she ordered me هي أمرتني to open the window. يبقى الملاحظة هنا ايه؟ ان انا بفعل الكول غيرته الى كذا شيء، وده شيء عادي جدا على حسب معنى الجملة معايا. اهم حاجة نعرف ان احنا في الاثبات بنربط بتو والفعل في المصدر، وفي النفي بنربط بنوت تو بلس الانفينيتيف الفعل في الايه؟ في المصدر. نيجي بقى للجملة الاستفهامية، فيها كلام شوية بس ايه، جملة سهلة جدا. Reported questions. أول حاجة طبعا زي ما قلنا في الجملة الخبرية، فاكرين أنا إزاي بعلم الجملة الخبرية؟ قلت أولها فاعل وآخرها فول ستوب. طب أنا هعلم الجملة الاستفهامية بإيه؟ أولها أداة استفهام وآخرها علامة استفهام، وهناخد أمثلة على كده. طب فعل الكول، فعل الكول مش هيبقى said هنا، هيبقى asked أو wondered أو wanted to know أو inquired، كل دي معناها يسأل يستفسر يتعجب يتساءل، كلها معاني متقاربة. يبقى أول خطوة عندنا من الخطوات فعل القول هيبقى asked أو wondered أو wanted to know أو inquired. طيب number two هعمل إيه هنا؟ هحذف الأقواس واربط بإيه؟ لو أنا عندي هقسم الجملة الاستفهامية إلى قسمين، لو هي جملة استفهامية بتبدأ بأداة استفهام عادية زي اللي هي الـ WH questions، زي مثلا when أو what أو where، او مثلا ممكن how many او اي اداة استفهام هربط بيها زي ما هي، ودي ما فيهاش اي مشكلة. طيب لو الجملة بدأ اللي هي بين الاقواس بدأ بفعل مساعد زي does او did او have او has، اي فعل مساعد، فانا في الحالة دي طبعا هربط بايه؟ ب if او whether. اوكي طيب في خطوات التحويل نفس الخطوات السابقة، طبعا الضمائر على حسب معنى الجملة وعلى حسب المتكلم والمخاطب. بعد كده بس في خطوة مهمة جدا جدا جدا، ايه هي؟ بعد ما نحول وربطنا بأداة الاستفهام او ربطنا بإف، لازم يجي بعدها الفاعل، يعني نقدم الفاعل على الفعل، وفي اخر الجملة بعد التحويل ما يخلص
طبعا ما نحطش علامة استفهام، هنحط فول ستوب في نهاية الجملة، لأن الجملة خلاص كده تحولت من جملة استفهامية لجملة خبرية. وكمان عندي الزمن هحوله لو هو مضارع هيتحول إلى ماضي. طبعا هي قاعدة عامة، أي مضارع يتحول لماضي، زي ما قلنا مضارع بسيط ماضي بسيط، مضارع مستمر ماضي مستمر، مضارع تام ماضي تام، وهكذا. خلاص يبقى أنا دلوقتي هاخد الأمثلة ونشوف الكلام ده هنطبقه مع بعض إزاي. مها said to me, when will you do your homework? مها طبعا said to me، أول حاجة خالص في التحويل ببص على الجملة اللي هي بين أقواس، لقيتها بدأ بأداة استفهام، يبقى على طول said to هتتحول إلى asked، okay? I wanted to know، أو أي فعل من الأفعال اللي احنا قلناها من شوية. يبقى هقول هنا مها asked me. تاني خطوة على طول بعد فعل الكول قلت هحذف الأقواس. طب انا عندي هنا اداة استفهام اللي هي when، برضو هربط بيها ومش هضطر ان انا اجيب if او whether في الحالة دي. طيب الخطوة الاساسية المهمة جدا جدا بعد when، ودي اللي بتبين الطالب الفاهم من اللي مش فاهم، ان انا اجيب الفاعل بعد when على طول، لان احنا زي ما قلنا خلاص صيغة الاستفهام مش موجودة معايا في التحويل، فعشان كده بنحط الفاعل بعد اداة الاستفهام. فقلت هنا when I، وبعد كده will حولتها لود، ده طبعا أمر طبيعي، وهكمل بقية الجملة بتاعتي do my homework. عرفنا كده يبقى أداة الاستفهام هربط بيها، هجيب بعدها الفاعل، هحول الزمن، هحط فول ستوب في الآخر، ودي حاجة مهمة جدا، هشيل question mark وأحط فول ستوب. أوكي طيب، أما أقول لك أو أقول لك هنا she said to me did you play football yesterday؟ طبعا هنا برضو بصيت هنا لقيت ايه في ال between brackets، عندي هنا العلامات التنصيص، فبقول did you play football yesterday. الجملة هنا او الجملة الاستفهامية بدأ بفعل مساعد، مش بدأ بأداة استفهام، يبقى في الحالة دي هربط ب if او whether. اوكي طيب نيجي بقى ناخد خطوات التحويل واحدة واحدة. she said to me يبقى she asked me. اوكي يبقى هنا دلوقتي هي سألتني، بدأت بديد، يبقى ديد هنا بتقول لي أنا ماضي، أنا علامة على الماضي، يعني أنا ماضي بسيط. تمام، يبقى الماضي البسيط قلنا يا إما يبقى زي ما هو ماضي أو يتحول إلى ماضي تام. طيب نشوف الجملة she asked me، هربط ب F يبقى F. اليو هنا طبعا هقول if I، لأنها سألتني أنا، يبقى if I play، أو هنا زي ما قلنا ديد إشارة للماضي، يبقى هقول had played، يبقى she asked me if I had played football yesterday، هتحول إلى the day before. بعد ما خلصنا درسنا هناخد كده small exercise. choose the correct answer. he said ولا he asked ولا he told ولا he say he played tennis the day before. طيب الجملة هنا طبعا دي reported speech، جملة متحولة أصلا، يبقى أنا دلوقتي هختار إيه من الأفعال دي؟ هختار said ولا asked ولا told ولا say؟ أول حاجة طبعا أنا هستبعدها، هنا الجملة مش استفهامية، يعني ما أقول هي asked سأل إيه، مفيش هنا سؤال عشان أنا أحول أو عشان أحطه في ال أحط asked في الجملة، هنا مش جملة استفهامية. طيب told، هل هنا في مفعول؟ يعني لقيت بعد مثلا هي told لقيت me مثلا؟ لا مفيش. طب say، انا هجيب هنا طبعا هجيب say علشان ان ده فعل في المضارع، طب ما هو انا فعل في الماضي يعني الجملة متحولة، يبقى لازم الفعل يكون said. يبقى طبعا الاختيار الصحيح بتاعي هقول he said، هو قال he played tennis the day before، يبقى دي جملة خبرية عادي جدا. طبعا هنا ده اسمه reported speech زي ما قلنا، وده النوع نوع الجملة الخبرية. طيب اما اقول هنا I asked her what was she writing ولا is she writing ولا she is writing ولا she was writing. طيب ناخدها واحدة واحدة، احنا لسه قايلين دلوقتي لما يكون عندي جملة استفهامية ربطت بأداة استفهام، في الحالة دي هعمل ايه؟ بعد أداة الاستفهام مباشرة هيجي الفاعل. طب هنا نشوف أول واحدة was she writing، no ده هنا جه الفعل. طب is she writing، برضه ده الفعل بس present. طيب she is writing، هنا الفاعل بس في حاجة ناقصة التحويل، في تحويل زمن مفيش، قال لي is writing ما تنفعش مع asked. طيب
يبقى she was writing هي الصح. اوكي، يبقى هنا جملة استفهامية ربطت ب what، وبعد كده الفاعل، بس بشرط برضو، ما هو مش اي فاعل وخلاص، الفاعل جه يبقى بعد الفاعل التحويل الصحيح للزمن، يبقى بدل ما هو مضارع مستمر هيبقى ماضي مستمر. طيب she said that she won't ولا wants ولا wanted ولا is wanting to be a doctor. طبعا مبدئيا انا قلت she said، هي قالت خلاص، يبقى الزمن اللي بين الاقواس متحول. طب انا لما اقول want اتحول؟ لا طبعا، ده مضارع، wants برضو ده present، wanted هي دي الاجابة الصحيحة، لان بقية الازمنة is wanting حتى طبعا ده present، فانا لازم اجيب فعل في الايه، في الماضي. يبقى she said that she wanted to be a doctor. The next he asked her where she has been ولا has she been ولا had she been ولا she had been. طبعا هنا دي جملة استفهامية يا شطار، الجملة الاستفهامية هنا برضو ربطت ب where. طيب قلنا بعد where هيجي الفاعل، فين هنا الفاعل؟ she has been ده فاعل اهو، بس هل الجملة متحولة؟ لا، ده present perfect. طيب الاختيار الثاني has she been، ده present perfect برضو، بس جاي الفعل على طول، ما جاش الفاعل. طيب had she been ده past perfect، ولكن جه برضو الفعل المساعد بعد where، ودي برضو ما تنفعش. اخر واحدة she had been هي الصحيحة، لان هنا جه بعد where الفاعل، وبعد كده حولت الزمن الى ال past perfect tense. okay the next sentence she ordered me، هي امرتني. طبعا ده الـ orders او الجملة الامرية اللي احنا بنقول عليها، وقلنا في الاثبات بنربط بايه، بتو، والفعل في المصدر، وفي النفي بنربط بنوت تو. طيب الكلام عندي هنا الجملة ما فيهاش نفي، فيها اثبات، يبقى she ordered me to close the door. يبقى ينفعش اقول close ولا was closing ولا closed، يبقى الاجابة الصح عندي to close the door. وبكده نكون خلصنا unit 10 part B. Wait for me إن شاء الله in the next revision، هنعمل revision سريعة كده على الوحدات قبل الامتحان بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.